مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية. النهاردة فقرتنا عنوانها هو إنه بالإرادة، بالتحدي، عزيمة، إصرار، تقدر تعمل أي حاجة. معانا النهاردة المغامر الرحالة عمر سمرة، اللي عمل حاجات كتيرة قوي في وقت قصير ما شاء الله، من تسلق قمم جبال لسفر حول العالم لآخر الرحلات اللي هنتكلم عنها وهنعرف تفاصيلها النهاردة منه، اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم. برحب بيك يا عمر، مساء الخير. مساء الخير، اهلا بك. اهلا وسهلا بيك. عامله ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ميرسي جدا. بقالك تقريبا اسبوعين كده من اخر رحله واخر مغامره، مظبوط. كلمنا عنها. اخر مغامره كانت يمكن اخر مرحله في 9 مراحل، حاجه بسميها او مسميه يعني بالادفنشر جراند سلام او مغامره الجراند سلام. ويمكن مسمى الجراند سلام ده معروف في الرياضه زي رياضه التنس، بيبقى اكبر بطوله من بطولات التنس العالميه. في نفس في مجال المغامره الجراند سلام تعتبر يعني من اكبر التحديات اللي موجوده في المجال ده، وهي تسلق قمه جبل ايفرست واعلى جبل في كل قاره اللي هم قمم السبع، زائد التزلج للقطب الشمالي والقطب الجنوبي. فده كان مشوار يمكن ابتدى في حوالي 1995 بحلم طلوع جبل ايفرست اللي عملته في 2007، ومن وقتها اخذ 8 سنين ان انا اقدر اخلص المجموعه دي من التحديات. طيب لو اتكلمنا عن التفاصيل المتعلقة بالمجموعة دي، يعني ايه الهدف منها او بيحصل فيها ايه؟ كام، مش هقول متسابق بقى، لكن كام حد كان بيشارك فيها؟ طبعا هو يعني تسلق الجبال دي ما هيش رياضة، هي يعني من أقدم الحقيقة، من أيام يعني من يمكن من أول البشر ما اتخلقوا على كوكب الأرض، بيبقى عشان عاوزين يروحوا من مكان لمكان لازم يعدوا في وسط جبال، في وسط طبيعه، في وسط الكلام ده. فالانسان نفسه عنده غريزه جواه ان هو دايما بيحاول ان هو يتخطى العقبات اللي هي الطبيعه بتحطها قدامه. المجموعه دي من التحديات اللي هي الجراند سلام، هي بتجمع من اصعب التحديات في مجال تسلق الجبال والوصول للقطبين اللي هو يعني يعني اقصى شمال واقصى جنوب الكره الارضيه، في مجموعه معينه من التحديات دي قدر ان هو يعملها 33 واحد في التاريخ. فلها مكانه معينه في مجال المغامره او مجال الاكتشاف. اعلى قمم في العالم بنتكلم، في 7 قمم مش كده؟ اعلى جبل على كل قاره، 7 قارات في العالم، اعلى جبل في كل قاره، زائد التزلج للقطب الشمالي والقطب الجنوبي. الظروف المحيطة بالشغل ده أو بالتحدي ده لأي مدى بتبقى بتمثل صعوبة، أو إن الواحد يبقى عايز يثبت نفسه أو يثبت حاجة معينة؟ يعني إيه اللي خلاك تاخد الخطوة دي يا عمر؟ هو طبعا قبل ما الموضوع بيبتدي في الأول بيبقى هدف شخصي، بيبقى الواحد عاوز يثبت لنفسه حاجة. أنا يمكن عندي 11 سنة كان عندي ربو، كنت بعاني صحيا من حاجات كتير جدا طبعا. فوصولي مثلا قمة جبل إيفرست اللي هي تقريبا فيها اقل من ثلث كميه الاكسجين، الكلام ده من 7 8 سنين تقريبا مش كده؟ في 2007 بالظبط. 2007 ان انا اقدر اوصل لاعلى نقطه في العالم اللي هي تقريبا ما فيهاش اكسجين خالص، ده كان بالنسبه لي تحدي او يمكن تغلب على المرض اللي كان عندي وانا صغير. بدات بكده، وطبعا كان في احساس ان انا كنت عاوز ابقى اول مصري يعمل ده، دي كانت بالنسبه لي اضافه لبلدي، حاسس ان انا بعمل حاجه لمصر. يمكن الموضوع تطور بعد كده، كملت معاك بقى، كلمت بعد كده ان بعد ما رجعت من قمه جبل ايفرست ابتديت ادي محاضرات في المدارس والجامعات، في مش بس في القاهره بس في محافظات تانية، ولقيت فعلا ان في تجاوب من ناحيه الشباب، ان القصه بالرغم ان هي بعيده عن خيالنا كمصريين ان هي في وسط جبال واماكن يمكن احنا مش متعودين عليها، الا انها يمكن بتجسم مشاكل كتير جدا بتواجه اي انسان، لان اي انسان عنده اي تحدي او عنده اي حلم هو زي طلوع الجبل، لانه بيعدي بتحديات كتيره جدا عشان يقدر يوصل الهدف ده وان هو يحققه. فلقيت ان انا القصه دي بتدي حافز للشباب بشكل معين، فده اداني حافز اكتر ان انا اكمل واشوف انا اقدر اروح لحد فين، وايه يعني ايه اقصى مدى اقدر اوصل له في النوع ده من المغامره او التحديات. قلت لي في مصر يعني اتكلمت مع الشباب او درست ليهم او حاجه زي كده، لاي مدى حسيت ان في تجاوب انه والله احنا ما عندناش الرياضه دي قوي؟ يعني حتى لما حصل، لو تفتكر طبعا الحادثه بتاعت سانت كاترين والشباب اللي تسلقوا هناك، ولا في امكانيات ولا في احتياطات ولا يعني الثقافه دي اصلا مش موجوده. هي يمكن الثقافه مش موجوده، لكن هي كانت موجوده زمان. يعني احنا يمكن العرب كانوا من اول الشعوب والحضارات اللي قدرت انها تكتشف اجزاء كثيره جدا من العالم، عند في ابن بطوطه، في غيرهم كتير جدا، حتى البشوات في مصر من ايام من يمكن من عشرات السنين كان ليهم برضو بيع طويل في اكتشاف صحاري كتير جدا في مصر، والاماكن كتير جدا دلوقتي هي دلوقتي اماكن محميه في مصر، محميات طبيعيه اتحولت. مظبوط. زي ما قلت لحضرتك الاول، المجال ده يعني حاجه قديمه جدا من اول التاريخ،
ما هياش يعني ما هياش بالذات الفرصة عندنا في مصر فين؟ طبعا في يعني في غير الشق اللي هو اللي هو التحفيزي اللي انا اتكلمت عليه، سياحة المغامرة عامة في مصر بكل المحميات الطبيعية اللي موجودة عندنا في مصر دي مش موجود. عندنا كل الامكانيات اللي ممكن تخلي القطاع ده من السياحة قطاع كبير جدا، وانا بشتغل في مجال السياحة فده بتكلم عن انت ممكن تجيب الاجانب يعملوا ده، لكن كمصريين ده الاثنين المصريين ان هم يعملوا ده بيتم بالفعل. يعني احنا بقالنا الشركه اللي احنا بشتغل فيها بقالنا 6 سنين بنعمل ده، وفي اقبال كبير جدا مش بس من مصر بس من دول عربيه مختلفه وكلام من ده. لكن طبعا عشان نقدر ان احنا نوصل ده للعالم الخارجي، وهو المجال سياحه المغامره او السياحه المستدامه اللي هي بتبقى بغالب عليها الاحتكاك بالطبيعه والكلام ده كله، فين في مصر نقدر نعمل ده؟ في اماكن كتير جدا. يعني طبعا طبعا الجزئيه بتاعت سينا كلها فيها جبال كتير جدا، ودي طبعا يعني في غايه الجمال. عندك الجنوب بقى من اول يعني الاماكن الساحليه اللي احنا عارفينها كلها لحد مرسى علم تحت خالص لحد يمكن حدود السودان، في الصحراء البيضاء والصحراء السوداء، حلو. في يعني في اماكن كتير جدا. وفي حتى قريب من يعني حتى للناس اللي عايشه في القاهره في محمية وادي دجلة دي ورا المعادي، يمكن ناس كتير جدا ما تعرفهاش. طبعا الناس دي تعرف نادي دجلة نادي، لكن في وراها محمية وادي دجلة، ده مكان يمكن طوله حوالي 12 كيلو، لما واحد يعني تدخلي فيه 5 دقايق 10 دقايق تحسي ان انت يعني خارج القاهرة تماما. مكان في مكان جبلي وفي صحراء وفي طبيعة جميلة جدا. وانا اعتقد ان قرب الانسان من الطبيعة دي حاجة مهمة جدا. يعني الانسان اصلا اتخلق، البشر اتخلقوا في الارض، لكن لما بنبقى عايشين في المدينه ما بيبقاش عندنا احتكاك بالارض، لان كل حاجه اسمنت واسفلت وكلام من ده وبتاع. فالانسان نفسه بيبتدي في حاجه تنقص فيه، ويبتدي ان هو يبقى متوتر، يبتدي ان هو يبقى بيتضايق بسرعه، يبتدي ان هو طاقته مش متزنه، كل الكلام ده. فلما الانسان بيوصل بيروح يحتك تاني بالطبيعه بيحصل الوصله دي، وبيبتدي يحس براحه نفسيه. واحنا يمكن الناس بتروح البحر تستجم بتفتكر انها بتستجم عشان ما بتعملش مجهود وتقعد على البحر ما تعملش حاجه. صحيح. الانسان بيستجم لما بيروح البحر عشان فعلا بيحس بالميه والجزء ده من الطبيعه، فده بيحسسه براحه نفسيه. نفس الحكايه لما واحد بيروح الصحراء او بيروح الجبال او بيروح الكلام ده. يعني حتى لو بصينا في التاريخ هنلاقي ان الرسل والانبياء من مئات والاف السنين كانوا بيروحوا الاماكن دي عشان يتعبدوا، وفي خصوصيه او طاقه ايجابيه موجوده في الاماكن دي، ومهم جدا ان احنا نروحها. يعني سواء بقى سياحه خارجيه ناس تيجي من بره انها تيجي مصر، لكن احنا كمصريين المفروض ان يبقى يعني بناخد جزء من حياتنا حتى لو يوم او كلام من ده، ان احنا نروح يعني نعمل التواصل ده ما بيننا وبين الطبيعه. انت اتغيرت يعني عمر سمره قبل ما ياخد المجال ده بقى غير بعد كده؟ هي طبعا المغامره او التحديات اللي بالشكل ده علمتني حاجات كتير جدا، لان لما واحد مثلا بيطلع جبل سواء مثلا يعني ايفرست ده كان 65 يوم، في جبال بتطلع في يوم واثنين وثلاثة، مهما كان المدة الزمنية أو الصعوبة الإنسان بيعدي في مراحل كتيرة جدا، بيحس ساعات بالخوف بالألم بالجوع بالوحدة، بيبقى لازم يشتغل مع الفريق بتاعه عشان يوصل لهدف معين. متابع صورتك دلوقتي على الشاشة، وطبعا أنت شايل علم مصر، يعني برضو الإحساس إحساسك الشخصي إنك أنت بتعمل حاجة لنفسك، لكن برضو عايز تقول أنا بعمل برضو لبلدي. طبعا دي حاجه كانت موجوده من الاول خالص وفضلت معايا. فيعني هو دايما زي يعني اي حلم زي ما قلت لحضرتك بيبتدي الاول برغبه شخصيه، ان واحد يثبت حاجه لنفسه، وبعد كده بيبقى حاجه اكبر منه اللي هي كانت عاوز اعمل حاجه لمصر. وبعد كده حسيت ان هو ممكن من اللي انا بعمله ده ممكن ان اقدر يبقى فيه استفاده على شق اكبر من كده. من هنا جت شغلي في مجال سياحه المغامره ده اللي هو شغلي، يعني الشركه اللي انا بشتغل فيها وحاجات تانية بشتغل بيها. ومن هنا جه برضو انت دراستك اصلا بعيد عن كل الكلام ده صح؟ هي تعتبر بعيده وقريبه من ناحيه تانية. يعني انا درست اقتصاد في الجامعه الامريكيه، وبعد كده عملت ماجستير في لندن، ماجستير في اداره الاعمال. بس اعتقد ان انا بشتغل في يعني عشان عندي كذا بيزنس وكده، فاعتقد ان يعني قدرت اشتغل بمجال اداره الاعمال، بس هو طبعا في شق تاني خالص غير البنوك والاستثمار اللي هو اللي انا كنت اشتغلت فيه يمكن اول 10 سنين من حياتي العمليه. عمر وانت بتعدد لي الاماكن الجميله الموجوده عندنا في بلدنا واللي ممكن استغلالها احنا كسياحه داخليه او حتى عرب اجانب سياحه المغامرات او الرحلات، احنا عندنا مشكله مش عارفين نسوق لنفسنا كويس. يعني الشغل اللي بتعمله كده بشكل فردي شركتك وكده، لكن ان الدوله واخده الموضوع ده باهتمام انت شايفه ازاي؟ هو يعني سياحة المغامرة موجودة في مصر من زمن طويل، يعني قبل ما احنا نبتدي كان في ناس قائمين على ده، وفي مجموعة لكن مجموعة صغيرة.
المشكله هي ان التركيز من ناحيه الدوله او من الاستراتيجيه بتاعت يعني سواء وزاره السياحه او الاليات اللي حوالين مجال السياحه في مصر مركزه دايما على السياحه التقليديه، في حين ان على المستوى العالمي السياحه المستدامه الشاطئيه والاثار والسياحه المغامره بتنمو بمعدل اكتر من 10%، والسياحه التقليديه بتنمو على بمعدل 2-3%. فالمفروض نعمل ده وده، وده بيخاطب فئه من الناس وده بيخاطب فئه من الناس. الفكره دلوقتي او يمكن التطور للسياحه ان الناس مش عاوزه تروح تعمل يعني مصطلح سايت سينج ان واحد بيروح يشوف حاجه، ودلوقتي الناس عاوزه تعمل بيسموه سايت دوينج اللي هو عاوز يروح يشوف حاجه بس هو يعمل حاجه بنفسه، يعني يروح يمشي يطلع جبل يركب قارب، يعني يبقى في حاجه اكتف في الموضوع، لان هو كده يعني في شق كبير جدا من السياح لو قدرنا نخلق النوع ده من السياحه يقبلوا جدا على مصر انها فعلا فيها موارد كويسه او اماكن يعني كويسه جدا لحاجه زي كده. بس اكيد في مواصفات للشخص اللي يعمل الكلام ده كله، يعني في نسبه مخاطر، انت برضو بتجازف بحياتك، ممكن لا قدر الله تحصل اي مشكله فتبقى مشكله. هي طبعا في حاجتين في الموضوع ده، على الشق اللي هو اللي انا بعمله، انا بعمل حاجات يمكن بدرجه كبيره من الصعوبه، بس ده جه بعد سنين كثيره جدا من الاستعداد والتمرين وكل الكلام ده. مش هقول ان هو في مجازفه، بالعكس هو كل حاجه مدروسه لمده شهور وسنين، اي مغامره من اللي انا بعملهم دي بتدرس كويس جدا لحد ما نثبت. ايه يعني تبقى ايه نوع الدراسه؟ ايه اللي يعني بدرس التحضير ده يبقى ازاي؟ بشوف انا حاضر في المكان اللي هو ده، يعني في ايفرست مثلا قعدت 65 يوم لازم ادرس فسيولوجيه الجسم ازاي هتتاثر بنقص ضغط الهواء والاكسجين اللي موجود في المكان، في تمرين تجهيز من الناحيه البدنيه من الناحيه النفسيه، في طبعا اللوجستيكيات وكل الترتيبات اللي هي متعلقه بالرحله دي برضو ليها تخطيط كبير جدا، بنقدر ننزل معدل الخطوره لنسبه قليله جدا، اقدر اقول ان هي اقل يمكن 10 20 ضعف من نسبه الحوادث اللي بتحصل مثلا في الشوارع في مصر على الطرق السريعه. اقل بكم نسبه؟ ب 10 20 ضعف. يعني بنتكلم ان فين وفين لما بيحصل، يعني كل كذا سنه ممكن يحصل حادث، لكن احنا كل يوم او الثاني يحصل. لا انا يعني لك زلزال، مش عارفه الثلج، يحصل انهيار، الحاجات اللي بشوفها في الافلام يعني. بس دي الحاجات دي يعني مبالغ فيها في الافلام، لكن مثلا على الطريق الدائري كل يوم في حادثه. حادث ولا حرق كتير. دي من ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه الشغل اللي في السياحه اللي في المجال ده ملوش علاقه باللي انا بعمله، هو ليه علاقه بان هو بناخد اشكال مبسطه جدا من المغامره. عندنا الناس اللي بتسافر معانا من اول سن 6 سنين لحد سن 60 سنه، وبقالنا شغالين 6 سنين في الموضوع ده، ومن غير اي يعني من غير اي مشكله او اي حاجه زي كده. احنا بناخد يمكن احنا كمصريين عشان مش بنحتك كتير بالطبيعه بنبقى فاكرين ان الواحد لما يروح للطبيعه دايما يبقى خايف من كل حاجه، بالعكس هو الواحد المفروض يبقى في وسط الطبيعه يبقى حاسس بامان اكتر ما هو في اقول لك في ايه المدينه. وانا اطلع الصحراء يطلع لي تعبان، يطلع لي عقرب، ما خليني قاعده في بيتي كده وتمام. هي الفكره ان الحاجات دي اصلا ما بتبقاش عاوزه تطلع لحد اصلا، ان هي بتبقى اصلا خايفه مننا اكتر ما احنا خايفين منها. بس الحاجات دي مش يعني مش موجوده بكثره، يعني لو واحد نزل راح الصحراء وحب يدور على تعبان ممكن يقعد اسبوعين لو لا يعني ان هو يلاقي حاجه زي كده. ف يعني يمكن هو برضو اللي بيحب حاجه ما بيخافش، يعني خلاص انا عايز ده فهعمله. بس هي مش كده، هي 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 زي ما بقول لحضرتك، هي السياحه المغامره او السياحه الطبيعيه او السياحه المستدامه اللي هي فيها اليمنت يعني بتاع الطبيعه كتير، دي بيعملها يعني بره وحتى في الدول العربيه بيعملها. الصوره دي فين عم؟ الصوره دي في كينيا. في كينيا ده على جبل كينيا. اللي هو يعتبر تاني اعلى جبل في افريقيا. كل جبل اكيد ليه طبيعته وليه مخاطره او ليه مثلا حساباته الخاصه بيه، لو تستعرض لي كده كل جبل وتعاملت معاه ازاي، والجبل اللي كنت شايل همه قوي اللي كان مساله صعبه. تمام. هو التحدي القمم السبعه عامه من يعني من الحاجات اللي بتخلي التحدي ده صعب ان هم 7 جبال في 7 قارات في العالم، من اول القاره المجمده اللي في انتاركتيكا عند القطب الجنوبي الى حاجه زي ايفرست الى كلام من ده. ففي جبال بطبيعتها بتبقى جبال صخريه وبتبقى وعره جدا، فبيبقى ليها يعني تكنيك معين ان هي تطلع بيها، وبتبقى في وسط مثلا ادغال وحاجات زي كده، فلازم اخد 5 ايام 6 ايام عشان اوصل اصلا لسفح الجبل عشان اطلعه. في جبال تانية زي ايفرست زي ما قلت لحضرتك بتاخد مده طويله جدا، ممكن اكتر حوالي 65 يوم زي ما قلت. قوه الرياح ممكن توصل ل 100 كيلو في الساعه، درجات الحراره اقل من 50 ناقص 50 تحت الصفر.
وغيرها من يعني المخاطر اللي ممكن تحصل. فكل واحد ليه طبعه وكل واحد ليه طريقة التدريب والتجهيز ليه، وبتاخد بتكلم في شهور وسنين مش أيام، يعني الاستعداد للحاجات اللي زي كده عشان الواحد يعملها بأمان. أنا دلوقتي بعمل الموضوع ده بقالي 20 سنة والحمد لله، يعني ما حصليش أي إصابات ولا أي الحمد لله يا حوادث. رب. فده بيبقى ناتج عن الدراسة والاستعداد اللي قبل الموضوع، وبعرف وأنا على الجبل نفسه لو حصل أي حاجة اتغيرت، حسيت إنها ممكن نسبة المجازفة تزيد عن اللي أنا مسموح بيه، برجع على طول، مش بحاول إن أنا أكمل، لأن في الآخر خالص الطبيعة أقوى مننا بكتير. إحنا بنروح المكان ده عشان يمكن الجبل هو اللي يسمح لنا إن إحنا نوصل لقمة الجبل، لكن لو في عاصفة أو لو في حاجة زي كده بيبقى الواحد عارف إن هو خلاص ممكن يرجع وقت تاني، لأن الجبل حلو التعبير اللي انت استخدمته، ان الجبل يسمح لنا. يعني انا بحس حسب كلامك كده انه لا، انت متواصل مع الطبيعة كأنه في حوار او مشاعر متبادلة كده، حاجة زي كده، ما صح؟ هو الواحد يعني بيقضي وقت كتير في الطبيعة بيحس بده. يمكن حتى لو بصينا في يمكن في يعني الديانات السماوية وكده بيتكلموا عن بنسميهم جماد، اللي هو الجبال والحاجات اللي زي كده، بس بيتكلموا عليهم ان هم زي ما يكونوا كائنات يعني بتفكر او ليها روح او كلام من ده، لان احنا كلنا يعني كلنا واحد، سواء بقى حيوانات او كبشر او الطبيعة اللي يوم حوالينا. القيامة كل ده هيتكلم. مظبوط. ينفع أقول لك بعيد عن الحسابات والحاجات العملية، في جبل كده أنت حبيته؟ هو طبعا هو يعني جبل ايفرست بالنسبه لي ليه خصوصيه كبيره جدا في حياتي، لان انا الظرف النفسي بقى اللي أنت ان انا كنت كنت عندي فيه، 16 صح؟ سنه لما حلمت ان انا اطلعه، وطلعت عندي 28 سنه وتخطيت عقبات كتيره جدا عشان اقدر اوصل له. فحتى ساعات ببص على حياتي اللي هو ما قبل ايفرست وما بعد ايفرست، لانها غيرت حياتي كتير جدا. لان انا بعد كنت وقتها عايش في انجلترا وعملت ماجستير في انجلترا، وكنت بشتغل في انجلترا بقالي 7-8 سنين، وكان عندي شغلانه مستنياني بعد ايفرست ان انا ارجع اشتغل في لندن. رجعت قعدت شهرين كنت مريح فيهم يعني قبل ما ابتدي الشغل. في الشهرين دول قررت ان انا هفضل قاعد في مصر، عشان القصه اللي قلتها لحضرتك ان انا ابتديت اروح المدارس والجامعات، وحسيت ان فعلا يعني وقتي ان انا اكون هنا، احاول ان انا ابذل مجهود في الموضوع ده. فيمكن ايفرست هو اللي اداني الفرصه دي، او المنصه اللي انا اقدر اتكلم منها وفعلا ممكن حد يسمع لي، ودي مسؤوليه بالنسبه لي. فعشان كده بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا استخدمها بشكل كويس، واحاول ان انا اشتغل مع اكبر كميه من المغامرين او الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، ان احنا نقدر برضو نوصل يعني افكار مختلفه رحت كم مدرسة وكم جامعة؟ ويعني الدولة ساعدتك، يعني وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي، يعني في تنسيق، في شغل ممكن يحصل؟ انا عملت يمكن اكتر من 100 محاضره يمكن في خلال الثمان سنين اللي فاتت، وعندي مخطط ان من اول السنه الدراسيه اللي جايه هعمل 100 محاضره تانية في 100 مدرسه حوالين ال 28 محافظه في مصر. وفي المشروع ده ليه جوانب تانية وحاجة غير المحاضرات التحفيزية. يمكن آليات الدولة ما كانتش بتساعد قوي في الفترة اللي فاتت يعني، لكن عندي أمل إن أنا في المشروع اللي جاي اللي بقول لحضرتك عليه، اللي هو في السنة الدراسية اللي جاية، إن أنا أقدر أعمل تنسيق مع يعني زي وزارة الشباب أو وزارة التربية والتعليم، لأن الموضوع ده يعني مهم جدا بالنسبة للحاجتين دول. لكن عامة في تعاون مع زي الأمم، بشتغل مع الأمم المتحدة في المشروع ده، وجمعيات برضو مختلفة في مصر يعني. طيب خلينا نقف عند النقطة دي عشان عارفة إن في شغل وفي مشاريع وحاجات بتجهز لها، أعرف تفاصيلها منك بعد الفاصل. استمرين مع حضرتكم. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية، جد طبعا ترحيب بضيفنا اللي نزل من فوق قمم الجبال وموجود معانا هنا في استوديو الحياة اليوم، الرحالة المغامر عمر سمرة. أهلا وسهلا بيك معانا مرة تانية يا عمر. أهلا لبنى، ازيك؟ الحمد لله. كنا بنتكلم بقى على المشاريع اللي انت بتجهزها، عرفنا انك شغال كويس قوي مع الشباب في المدارس في الجامعات، ابث فيهم روح المغامره كده والتحدي، ومحتاجين برضو الدوله تدعم هذه المساله، وقلت لي ان وزاره الشباب هتقوم بالدور ده يعني في الفتره اللي جايه. عرفت برضو انك مجهز حاجه لذوي الاحتياجات الخاصه، ايه هي؟ واحنا بنتمنى ان هم يقوموا بالدور ده في الفتره اللي جايه، بس هو لسه ما فيش اتفاق يعني. يا رب. بس بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه، زي ما كنت بقول لك قبل ما نصور،
ان اخواتي الاثنين معاقين ذهنيا، واخواتي الكبار، ووالدتي بتشتغل في المجال ده بقالها اكتر من 30 سنه، عندها اساس جمعيه اهليه اسمها جمعيه الحق في الحياه. تمام. حتى انا كنت بشتغل شغل تطوعي وانا صغير في الجمعيه دي، حتى وانا بعد المدرسه وكلام من ده. وطبعا عشان اخواتي فبالنسبه لي يمكن القضيه دي بالنسبه لي يعني مهمه جدا. فلما اسست، لما بعدت عن مجال البنوك وابتديت اسس شركتي وابتديت اشتغل في مجال السياحه، فكرت ازاي ممكن استخدم الشغل اللي انا بعمله ده ان انا اسلط الضوء على القضيه دي، ان في يمكن من 1 من كل 10 مصريين عندهم نوع معين من الاعاقه، ودي يمكن محتاجين ان احنا نفكر فيها اكتر شويه. فعملنا رحله، الرحله دي كانت هدف منها تسلق قمه جبل كليمنجارو اللي هو اعلى جبل في افريقيا، واستخدمنا الحدث ده اللي هو خدنا 25 واحد من دول عربيه مختلفه، وكان يعني اغلب الموجودين من مصر، ان احنا نطلع قمه الجبل دي ونستخدم الحدث ده ان احنا نسلط الضوء على قضيه الاعاقه في مصر وذوي الاحتياجات الخاصه، ونجمع تبرعات للجمعيه من خلال الموضوع ده. فكان كل متسلق كان عنده هدف ان هو يجمع مجموعه من التبرعات، وقدرنا فعلا ان احنا نتم ده بشكل كويس، وابتدينا نعملها بشكل دوري كل سنه. ودي يمكن هنعملها السنه دي برضو، تبقى السنه الخامسه لينا ان شاء الله. عارف يا عمر، انت بترد على سؤال انا كنت هساله لك بخصوص ان البعض ممكن يشوف اللي بتعمله او غيره ايه وهطلع قمم جبال ان ده نوع من الرفاهيه قوي، ويعني ايه اهميته؟ لا، انت من وراء حاجه كويسه ان البني ادم نفسه زي ما قلت كده يتواصل مع الطبيعه ويثبت حاجه لنفسه واللي حواليه، وفي نفس الوقت توظف ده لصالح مشاريع زي اللي بتتكلم فيها دلوقتي. مظبوط. يعني هي في طرق مختلفه كتير جدا، يعني ان واحد يقدر يستخدم المجال اللي انا بتكلم عليه، اللي هو ممكن يبان للناس ان هو زي ما حضرتك قلتي رفاهيه او كلام من ده، ليه ابعاد كتيره جدا. يعني على المستوى الشخصي بالنسبه لي كان ليه ابعاد كتيره جدا، اتعلمت حاجات كتيره جدا، يمكن اكتر ما اتعلمتها في الدراسه، سواء بقى في الماجستير او في هنا او في الجامعه هنا في مصر، او حتى في شغلي وانا اشتغلت في لندن وفي هونج كونج. اتعلمت الدروس اللي انا اتعلمتها في الطبيعه على الارض في المغامرات دي، وانا بمتحن نفسيا وبدنيا وجسديا، يعني كل ده اداني دروس كتيره جدا مهمه جدا ساعدتني في حياتي عامه. فدي حاجه مهمه ممكن اي حد يكتسبها وتفيده في حياته. بس غير كده انا شايف ان ليها ابعاد تانية، انها تفيد يعني المجتمع على وجه يعني اكبر شويه. ايه اخبار بقى الفضاء الخارجي معاك؟ كويس. الفضاء الخارجي دي يعني الرحله دي اصلا حلم وصولي، او ان انا اطلع الفضاء الخارجي ده حلم يمكن من قبل ما افكر ان اطلع جبال في حياتي. كنت صغير جدا وقتها، يمكن زي اطفال كتيره جدا في سن ال10 وال11 سنه بيحلموا ان هم يطلعوا الفضاء. رائد فضاء بقى وكده. بالظبط، رائد فضاء وكده. لكن كمصريين طبعا ما عندناش وكاله فضاء، فالموضوع ده صعب جدا بالنسبه لنا. الا ان في السنوات اللي فاتت، يمكن 5 سنين اللي فاتت، مجال الفضاء فتح جدا، ان هو ما بقاش قاصر بس على الوكالات الفضاء اللي هي بتاعت الدول، انما في شركات خاصه ابتدت تشتغل في المجال ده، وفي على وجه التحديد 3 شركات عالميه شغاله في المجال ده، انها تبتدي في المستقبل انها تاخد افراد طبيعيه جدا زي وزيك وكده ان هم يطلعوا الفضاء. زي ما في 1920 لما كان حد بيقول يا جماعه في يوم من الايام هتبقى كل الناس بتركب طيارات وبتلف العالم بالطيارات بسهوله، كان الناس بتبص على الناس دي تقول ان هم مجانين. النهارده هم بيقولوا ان في عده سنين، مش سنين كتيره، هتبقى الناس هتبقى بتقدر انها تتنقل من حته لحته على الكره الارضيه من خلال الفضاء. فممكن بدل ما واحد يروح من امريكا لاستراليا في 20 سنه ساعه، ممكن يروح في 3 ساعات. طبعا ليه ابعاد تانيه للمجموعه الشمسيه بتاعتنا. في مصري وقع عليه الاختيار ده اللي هو هيسافر المريخ تذكره ذهاب بالعوده، هو يسافر ضمن المريخ. كان مشرفنا هنا في الحياه اليوم، وكان تعليقات الناس برضو قال لك انت سايب الارض ورايح المريخ ومش هترجع تاني. يعني ما للاسف ده قصر نظر، لان لو حد بص حتى على التويتر اكونت بتاع الشيخ محمد حاكم دبي، هتلاقي ان هو من 2 3 اسابيع اعلن على بدايه وكاله فضاء للامارات، وان هم عندهم نيه ان هم في خلال 10 سنين اللي جايه ان هم يوصلوا، يبقى اول دوله عربيه توصل للمريخ. الموضوع ده ايوه، تروح المريخ وترجع ماشي، لكن بغض النظر هي تروح تقعد تعيش هناك. يعني هم 4 افراد، وال4 افراد دول بيعملوا حاجه للبشريه كلها. يعني الناس الحاجه ما تعرفهاش ان الكره الارضيه بشكلها الحالي بالطريقه اللي احنا بنتعامل بيها معاها، يمكن ممكن انها تقعد 100 100 100 200 سنه وبعد كده كلها هتنتهي. فدلوقتي
في ناس كتيره جدا مهمه جدا في العالم بتفكر في بعد كده في ايه، فلازم نبتدي كوكب بديل لازم احنا نبتدي يعملوا نفكر. طبعا نفكر في الارض الاول، بس لازم يكون في حاجات تانية. الواحد زي محمد سلام اللي هو بيفكر ان هو ان شاء الله يقع عليه الاختيار، ان هو برغم ان هو صديقي بحبه بس يعني ان شاء الله يقع عليه الاختيار ويروح المريخ، لان ده هو حلم ليه، ده هو بيعمل لنا كلنا، بيعمل البشريه كلها انت عايز تعمل خدمه. حاجه زي كده؟ انا شخصيا ما عنديش نيه ان انا اعمل حاجه زي كده. انا هطلع الفضاء فعلا، لكن هي رحله ذهاب وعوده ورحله قصيره جدا، يعني في يوم واحد هو وصوله للمريخ ممكن ياخد اكتر من 400 يوم. طب ايه اللي هتعمله بقى اللي هو الفتره القصيره، وهتروح فين؟ انا مش رايح كوكب او رايح اي حاجه زي كده، انا رايح الفضاء، طالع في خط اسمه خط الكارمن لاين، ده على ارتفاع 100 كيلو. عشان الواحد يعني عنده لقب ان هو يكون رائد فضاء لازم يعدي ال 100 كيلو فوق سطح البحر. احنا هنوصل لحد 103 كيلو وهندخل منطقه اللاجاذبيه، وبعد كده هنبتدي نعمل رحله العوده الى كوكب الارض. الرحله دي رحله فريده من نوعها، لان مفيش مركب بالشكل دي قدرت انها توصل الفضاء. يعني دايما كانت طلوع الفضاء كانت بتبقى رحلات بتكلف مئات الملايين من الدولارات او البلايين من الدولارات، والمركب بعد ما بتوصل لا ينفع، ما ينفعش انها تستخدم تاني، او بتاخد سنين وملايين تانية عشان يعاد استخدامها تاني. عمر اللي بتقوله ده ممكن البعض يقول لك اللي بيعمل الكلام ده دول شباب مجانين، ما عندوش مثلا لا عايز يستقر ولا يقعد ويبقى وظيفه ثابته وشغلانه كده وربنا هديه يعمل بيت واسره وعيال والحاجات دي كلها، يعني ترد بايه؟ او ده فعلا عندنا بياخد من وقتك من عندنا 90 مليون حياتك؟ واحد، ممكن يبقى فيه شويه اللي بيستقروا وشويه اللي بيجسفوا وشويه اللي بينزلوا وشويه اللي بيطلعوا، ما فيش مشكله. يعني ممكن يبقى فيه انواع مختلفه من الناس، بس انا شخصيا يعني انا يعني بشوف الطريقه اللي انا بعيش بيها حياتي بشوف انها طبيعيه جدا، لان انا بالنسبه لي انا على الكره الارضيه او حياتي للسنين معدوده، انا عاوز ان انا اقدر ان انا ابقى في اخر في نهايه حياتي ابقى عارف ان انا عملت كل حاجه اقدر عليها، وزقيت نفسي لابعد ما اقدر، عارف ان انا يعني عرفت فين امكانياتي فين وكلام من ده. في ناس كتيره جدا للاسف بتعيش حياتها كلها وعمرها ما بتكتشف هي ممكن تقدر تعمل ايه. الانسان عنده مقدره كبيره جدا ومواهب كتير جدا وقدرات كتيره جدا، لو حاول ان هو يكتشفها، لو حاول ان هو يزق نفسه ويخرج عن الحياه النمطيه، هيلاقي ان هو ممكن عنده يعني فوق ما هو يتخيل. فانا بدعو كل الناس انها تعمل ده، مش لازم انها طبعا تطلع جبال وتروح الفضاء وكلام من ده، بس في مجالها او في حاجه هم بيحلموا بيها. بتقابل دول حواليك صح؟ اللي هم بتقابل من الشباب دول اللي بيكلموك بنفس اللي انا كنت بقوله لك من شويه اللي هو ايه؟ مش الشباب اكتر من يعني يمكن اكتر ال ال يعني يمكن اجيال تانية، لكن الشباب يعني اللي هم دلوقتي مثلا في نص سني او كلام من ده مش بيتكلموا كده، عندهم يعني او الاغلبيه العظمى عندهم في حاجز اتكسر. يعني يمكن ما اعرفش ده كان نتيجه الثوره ونتيجه يعني الاجواء اللي مصر عاشتها في الثلاث اربع سنين اللي فاتت، بس في يعني طبعا في يعني احنا في حياه صعبه وفي ضغوط وكلام من ده، لكن الى حد ما حاسين اكتر من زمان ان احنا ممكن نوصل، لان ما فيش سقف للحلم ان احنا ممكن نحقق حاجات زي كده. اتمنى ان انا بعمله اللي سواء مثلا محمد سلام وفي غيرهم المغامرين المصريين بيحاولوا ان هم يزقوا نطاق ممكن احنا كبشر نوصل لحد فين ونعمل ايه، يعني يقدروا ان هم يعني نكون نقدر ان احنا نلعب دور في ان احنا ندي يعني حافز لاكبر كميه من الشباب ان هم كمان يقدروا ان هم يحققوا انجازات في سواء بقى مجال على يعني على في شغلهم في دراستهم في اي مجال ايا كان. بجد انا مبسوطه قوي بالكلام اللي انت بتقوله، بنتكلم الكلام ده في وقت ممكن نلاقي شاب وبنسمع الكلام ده وبنشوفه متمسك قوي وبيدور على وظيفه ميري، مش عايز يخاطر او يغامر في شغلانه في قطاع خاص او يعمل اي حاجه مختلفه في حياته، المهم انه يتحرك بس خطوه للامام ما يفضلش واقف مكانه. فنتمنى الروح الايجابيه والطاقه اللي يعني انا حساها منك ومن خلال كلامك وشغلك ده يتنقل لنا كلنا، محتاجين ده فعلا انه كلنا نتحرك كلنا نعمل حاجه لنفسنا ولبلدنا. بجد بشكرك يا عمر، ربنا يوفقك. واللي جاي فين؟ الفضاء اللي جاي كفايه، وان شاء الله بنتي صغيره عندها سنتين فاقضي بقى معاها وقت اكتر وكده، ويمكن بقى 2017 اعمل حاجه تانيه.
هنستناك تروح وترجع بالسلامه ان شاء الله، ونتابع معاك وربنا يوفقك في كل حاجه باذن الله تعالى. شكرا جزيلا. بشكركم، بكره ان شاء الله يوم جديد في الحياه، اليوم نرجع تاني على الارض ونتابع اهم الاخبار. اشوفكم بكره باذن الله.